وقع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بالمباني التعليمية والمشروعات المدرسية. وخلال اجتماع ضم عددا من المسؤولين تم استعراض الموقف التنفيذي لخطط إنشاء المباني المدرسية، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليم بداية من مطلع يوليو 2018 وحتى الآن 495 مشروع، فيما يبلغ عدد المشروعات الجاري العمل عليها 965 مشروع، بينما تم طرح عدد من المشروعات وجاري إسنادها بعدد 383 مشروع.